حط الحاجه هنا بسرعه يا واد انت وهو. ايه ده؟ ايه يا معلمه بدره ده؟ والله نورت المحل. وايه ده كله ده؟ دي فراخ. طب ليه مكلفه نفسك بس كده؟ يلا يا واد انت وهو امشي راقب الطريق على ما اكلم المعلم وراوزي. موري موري. بص بقى يا معلم رمزي، البلديه مبهدله الدنيا وبتفتش على الفراخ عاطل على باطل. يمكن يكونوا عايزين يعملوا شوربه. هو عاد في شوربه خلاص، دول ناويين على الشر وعايزين يجيبوا المحل ضرفه. قول لي بقى، انا عايز اعرف مين اللي قال ان الفراخ فيها انفلونزا. انفلونزا؟ اه ما دي غلطتك برضو يا معلمه، اكيد كنت بتسيبيهم مش متغطين وهم نايمين بالليل مثلا. قول لي يا معلم رمزي. قول يا معلم، انت ليك في الفراخ؟ يعني انا ما تحرجنيش بقى يا معلمه بدره بقى. بتحبها بقى عتقيه ولا بداره؟ يعني انا خايف اقول بداره تبقى بجحه مني بقى. اكيد يا واد. بص بقى يا معلم رمزي، امور خالتك بداره هتتفق معاك اتفاق، بس على شرط الاتفاق ده يكون اتفاق رجال. طبعا، امال يعني اتفاق فراخ؟ بص بقى، انا هاخد القفصين دول ادخلهم عندك جوه لغايه بكره الصبح، واجي الصبح اخدهم لغايه البلديه دي ما تنزاح، وبعدين انا هجيب لك جوز فراخ هديه من غير ولا مليم. ايه رايك؟ ايه ده، جوز فراخ ليا انا لوحدي؟ اه يعني ممكن مثلا اقعد العبهم واحط لهم ميه ورز وكده؟ اه موافق. ماشي ماشي. فين؟ لا يعني ماشي يعني موافق، مش ماشي يعني. عدي عدي يا ام ميرفت. الله اكبر يا اخويا، الله اكبر. اللي قولي لي يا ام ميرفت، انت بلغتي عن كام واحد؟ 5. وعرفتي بقى ازاي انه عندهم فراخ؟ يوه يا مجيدة يا اختي، احنا مش جيران وسرنا كلنا مع بعضينا. جيران؟ وهي باعت جيرانها عادي يعني؟ في ايه سعادل، مش لمصلحتهم يا اخويا، مش بدل ما يضروا نفسهم ولا يضروا جيراننا ولا يضروا اللي حواليهم. وبعد البوباء ده اللي بيتكلموا عليه في الجراد والتلفزيون، يعني انا غلطانه؟ بصراحه انا معاك يا ام ميرفت، لان الحتميه التاريخيه بتحتم التضحيه بالفرد من اجل المجتمع. فرد ايه المجتمع؟ ايه دي باعت جيرانها بياعه بياعه يعني. بقول لك ايه يا ام ميرفت، انت عرفتي ان ام شيماء قبضوا عليها؟ يا لهوي، لحقوا يمسكوها؟ ده انا لسه مبلغ عنها من ساعه. بص يا ام ميرفت، اكيد اللي انت بتعمليه ده صح، عايزه تحافظي على العماره وعلى السكان وعلى نفسك، بس يا ترى بقى عملتي ايه في الفراخ اللي عندك؟ دول حبيبي. عايز ايه؟ عايز ايه؟ افتح دولة، افتح دولة، ده انا جاي واجب معاك يا عم رمزي، ما انساش اخوه حبيبه. انا عايزك تنساني، انساني يا رمزي انساني. يا دولة، رمزي بتبقى اللقمة في بقه يخرجها من بقه ويحطها في بق اخوه. الله يقرفك، رجعها في بقك تاني يالا. ما تخافش يا دولة، دي مش لقمة عادية، دي لقمة بقى ممكن يتعمل عليها فتة وشوربة وكوارع وهتبقى ليلة يا دولة. لقمة ايه دي يا عم الساحر؟ مفاجأة. اخلص. هتعمل لي ابراهيم الطاير جاي بيه، وريه وريه. طن 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 طن. يا ام اسوح، ايه اللي انت جايبه ده يالا؟ ايه دول؟ ايه يا عم اتخضيت كده ليه؟ هي قنبله ولا ايه يا عم؟ دول حيانا جوزين فراخ بداره. يا ريتها كانت قنبله، جايب لي فراخ. انت عايز تموتنا كلنا؟ انت ما سمعش عن انفلونزا الطيور يالا؟ اديك قلت بعظمه لسانك يا دول. انفلونزا الطيور؟ الفراخ بقى مالها ومال الطيور يا عم؟ الطيور بتطير، الفراخ بتربي يا دول. مين؟ مرفت. أمو مرفت يا عم، في ايه؟ شغال عند البوليس دي ولا ايه؟ دي اللي مشغله البوليس ده لغايه دلوقتي قبضى 8-7 انفار، احنا التمنين. يا دي التمامن. طب ما انت كده ترتيب كويس يا دولة. ايه هو احنا هنتحبس في الاولمبياد؟ ترتيب كويس ايه؟ يلا بسرعه شيل البتاع دي وتعالى معايا، تعالى معايا يا جماعه، حد يفتح الباب يلا بسرعه. حاضر يا دولة، بسرعه 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 بسرعه. خش خش خبيهم تحت السرير بسرعه يا عم، تحت السرير كده هيفطسوا يا دولة. صعبان عليك الفراخ ومش صعبان عليك البني ادمين. بسرعه بسرعه يا دولة. تمام يا عم، تمام. استنى بقى نشوف المصيبه الثانيه اللي بره دي. يلا
يلا انت واقف ايه صعبان مين عليا صعبان رنا يا حبيبتي انا بقى عايزه اسالك سؤال انا عايزه اسالك سؤال يا اختي مهم قوي عشان انت بقى الحلوه الجميله كده اهوت المكرونه البشاميل ديت لازم تتعمل بالمكرونه المقصوصه مش ممكن بلسان العصفور والله كنت مامه ميرفت كبشاميل يعني انا عمري بصراحه ما عارفه اعملها ابدا ما فهمش فيها اي حاجه حضرتك ممكن تسالي فيها كبشاميل طنط انعام هي ادرى مني وليه بقى يا انعام جاتي المكرونه ديت لازم اعملها مش بلسان عصفور ممكن اعملها بلسان عصفور يا اختي لسان عصفور ولا دبور كله بيتاكل لا 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 دبور ايه اللي بيتاكل لا طبعا يا ماما بصي حضرتك يا ام ميرفت يعني هو لازم تبقى مكرونه مقصوصه واحسن حد بيبيع المكرونه المقصوصه واحد اسمه الناطع الناطع ده بقى موجود في باب الخلق تطلع على الناطع تجيبي منه ارخص ب 50 قرش من بره السوق وعنده يا حبيبي المكرونه وسان عصفور سايب عنده سايب وممسوك وعنده لسه جوه العصفور وكله يعني ايوه دولا بس ده المحل ده بعيد ولو راحت له دلوقتي ممكن تلاقيه قافل يا عم انت مالك انت مالك انت جاي دلوقتي تعقل وخلاص اسكت خالص ايه ده يا اخوي ايه الصوت ده لا 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 مفيش ده ولا حاجه يعني مفيش حاجه يعني خلاص مالكيش دعوه انت ممرف ايه انعم يا اختي ما تقلقيش ما تقلقيش كله هيبقى سليم ان شاء الله بس اهم حاجه توطي صوتك والنبي يا رانيا ام ميرفت بره وبتدور على التامن اللي هتسلمه طب اتفضل شيلهم من هنا دلوقتي حالا شيلهم من قدامي يا رانيا انا مش فاهم بس ايه اللي قال ايه الابحاث العلميه اثبتت ان انفلونزا الطيور انت هتشيلهم ولا لا خلاص خلاص هشيلهم بس وطي صوتك والنبي عشان ام ميرفت لغايه اما تغور بس انا هتصرف هتصرف اوكي يا رمزي يا دول شيل الزفت دول من هنا بسرعه بسرعه هتطبخوا لنا بقول لك ايه بقولك انت بتاع انت شيل الزفوده دي من هنا ايه اللي شيل الزفوده دي من هنا انت اول مره تشوف الفراخ مش عايزه تطبخهم خلاص ما تطبخهمش لكن دي النعمه ما حدش يشيل الفراخ بعد كده ايه ما حدش يشيل الفراخ هي الفراخ دي بنت خالتك هتعمل لي فيها ديك يا اد شيل الفراخ وامشي يلا ماشي يا رامي ماشي يلا استنى 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 بس ما اشوف الاول ام ميرفت دي مشيت ولا لسه استنى مشيت يا غبي وانا لسه شفتها مشيت تعالى تعالى غبي جدا غبي جدا بص الفراخ دي زي ما جبتها روح ارميها مكان ما جبتها يلا لا يا عم قلبي ما يطوعنيش اخلى بيهم تخلى بيهم ايه هم قرايبك بتتكل على الله روح ارميهم في اي حته يا عم طب بص يا دولا انا هروح احطهم ابيتهم يعني مع اخواتهم في البازار بازار؟ عقلك انت في غيرهم في البازار؟ كتير يا دولا كتير مين؟ انت تعالى نخبيه في اي حته يا جماعه يا اخوانا اللي في البيت اي حد يفتح الباب في ايه بس مش فاهم انت مش فاهم وعمرك ما هتفهم احنا عايزين نخبي الفراخ دي نخبيها فين نخبيها فين بص تعالى حطهم هنا حطهم هنا صح دول بسرعه 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 بس شيلوا 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 من هنا شيلوا من هنا تعالى تعالى حطهم هنا هي هي يا غبي صح ايه بس دول انا عندي فكره دول إيه؟ احنا هنعلق الفراخ هنا اهو على الشماعه ها كده اهو ده على اساس بقى مجيده وهي خارجه تلبس لها اي فرخه منهم هي غبي هي غبي الفراخ انت هنعلقها على الشماعه بس بس اهي احنا نعمل اهو خن كده الفراخ يلا بينا نشوف بقى بتاعت البشاميل دي انت
يا دولا عدم الاستقرار مش حلو الفراخ يا دولا. افرض حد دخل ولقى وقفه الفرخه بتبيض يبقى موقف الفرخه ايه ساعتها؟ يعني خايف تخدش حياء الفراخ؟ طبعا مش نافع معاك. تعال تعال اقف من فوق ده، نفسي من زمان اطول وش. يعني اشيل لك العمدان اللي في العماره كلها؟ قولي لي بجد يا اختي، هو انا لازم احط المكرونه البشاميل لبن حليب؟ يعني ما ينفعش لبن البودره بتاع البت بت ميرفت اللي كانت بترضعه لابنها ميدو؟ الله، انا ما كنتش اعرف ان ميدو كان بيرضع رضاعه صناعي. لا ده رضع زراعي. ليه يا دولا هي كانت بترضعه برسيم؟ انت مش اخوه في الرضاعه ولا ايه؟ السلام عليكم. كويس قوي انك جيتي. هي دي بقى يا حبيبي اللي هتدلني. ليه انت تايهه ولا ايه؟ ايوه تايهه. ايوه اصلي هي يعني بتفكر تعمل المكرونه بالبشاميل ومش عارفه ازاي. طب انا مالي بشاميل؟ استنيني بس يا سناء، استنيني. الله يخليك يا بنتي، انا احترت واحتار دليل. بصي المكرونه البشاميل لازم احط لها لبن حليب، يعني ما ينفعش لبن بودره. بشاميل؟ هو انت عندك عيد ميلاد وعايزه تعملي تورته؟ انا مالي، انا جايه من الشغل والمواصلات والزحمه والقرف، تقولي لي عيد ميلاد بشاميل؟ يلا 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 يلا. لا يا اختي هدي شويه، هو انا جاي اشحت منك ولا ايه؟ يعني عاجبك كده يا استاذ علي؟ لا لا طبعا مش عاجبني. لا لا ده انا زعلانه يا استاذ علي. لا 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 عيب. طب والله ده انا زعلان. ده انت جارتنا يعني. ده ينفع يعني يا استاذ علي؟ لا ما ينفعش طبعا ما ينفعش. لا والله ده انا زعلانه منك يا سلام. لا تزعلي ولا حاجه. هو في حد في حد بيصرخ؟ لا 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 ما فيش، ده تحت في البدروم. في البدروم تعالى يا خبي تعالى تعالى. يا غبي ما هي الصوابع عامله لك كده عامله لك كده، افهم خلاص يا جماعه ما تقلقوش، دول هيمشوا دلوقتي حالا. انا ما اعرفش عنهم حاجه، هو الزفت ده هو اللي جابهم. ارمي الزفت ده والفراخ دي في الزباله. ما هو لو رميهم في الزباله هيفضلوا يكاكوا في الزباله. خلاص يرميهم في المصرف. لا ده انسب العايز كده غير حضاري كده، ناذي غيرنا. يا اختي ان جالك الطوفان حط ولدك تحت رجليك. يا نهار اسود، هتخلي امي تحط لي تحت رجليها؟ انا هتصرف يا جماعه ما تقلقوش، انا هتصرف. تعالى تعالى يلا استنى تعالى من هنا. غبي 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 الواد ده. استنى هنا هراقب الطريق وبعدين اقول لك يلا يلا يلا. طيب لا انا اللي هقول يلا، انت ما تقولش يلا. طيب يا دولا يلا بقى. ما تقولش يلا، انا الاقي الطريق كل حاجه تمام هقول لك يلا. ما تقولش يلا. يلا بقى. اثبت مكانك، اثبت مكانك منك لوك. احنا جمعيه مكافحه انفلونزا الطيور. ها بقول لكم ايه، احنا تنبيه ونبهنا، تحذير وحذرنا، غرامات وغرمنا، نعمل ايه بقى تاني؟ ها حضرتك يعني احنا برقه، احنا برقه ما حصلش مننا اي حاجه يا باشا. مش كده؟ مش كده صح. وقعت يا ام مرفت بقى، انت بقى عماله تبلغي الناس وعندك عشه وبتبلغي عن العشش وتبلغي عن التقفيصه. ها وانت بيتك مليان مزرعه فراخ صح؟ حضرتك انت فاهم غلط. دي ام انا. انت مرفت؟ مرفت عدم المؤاخذة يعني البيت فيه ست ستات ما فيهمش ولا واحدة ميرفت حضرتك. يعني انا دلوقتي يعني عايز افهم اعمل ايه؟ يعني انا هرجع فاضي يعني بقى ولا ايه؟ انت ايه جايب ميكروباص وجايب تملاه ولا ايه؟ حضرتك ام ميرفت موجودة في الشقة اللي قدامنا كده اهو. ايوه كده اهو. هاتوها هاتوها بسرعة. حضرتك يعني علمك واضح ان البلاغ صحيح، لان على حسب علمي ان ام ميرفت كانت بقالها فترة عايزة تعمل مكرونة بشاميل، وطبعا حضرتك سيدي العارفين ان مفيش دخان من غير نار، فبرضه مفيش بشاميل من غير فراخ او من غير بيض. كلامك املك. في ايه يا جدعان انت وهو؟ الله احنا بنبيع ممنوعات ولا ايه؟ هو في ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ مش انا اهو. الله ده في ايه يا سعاده؟
دخل بيتك يا ام كوثر، هي فين الفراخ دي؟ هي اللي حطت الفراخ دي عندي في اي بيت؟ بقول لك ايه يا ست الحاجه، بصي احنا مسكنا كوثر ومسكنا ام كوثر، واحنا بقى راصدينك، ها راصدينك وراصدين الفراخ دي من ايام ما كانت كتاكيت يا اختي. ايه جمعيه الكرتون اللي انتوا فاتحينها دي؟ واضح ان سيادتك جالك انفلونزا طيور، خلي بالك. بس احنا متشكرين جدا، احنا اسفين جدا والله. لا 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 عادي، احنا ياما بنتعرض للازعاج. اتفضل، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. وانا يا سعاده اللي هعملوا معايا ايه؟ هيحبسوكي طبعا، مش مخبيه الفراخ عندك، هيحبسوكي. مش مبلغه في سبعه انت الثامنه؟ سلام عليك يا سعاده. يلا يلا اطلع بره، يلا اطلع بره، اطلع بره. يلا يلا، استنى استنى استنى، حضرتك خد دول كمان معاك بعد اذنك. لا يا دولا، دول بتوع ام ميرفت برضه. اتفضل اتفضل. دولا ده مين؟ استهبي يالا. ايه دولا بقى ده؟ خلاص يا عم، انا هروح اسحب لنا جوزين فراخ من اللي في البازار ده، والمعلمه بدره مش هتحس باي حاجه، وتبقى كده اتعوضت. ده كده مش اتعوضت، ده كده اتعورت. ايه ده دولا؟ تعالى لي بقى. دولا تعالى لي. لا دولا، لا لا لا، هبطحك هبطحك. لا دولا احذف يا دولا، احذف احذف. يا غبي انت مش عارف ان انا هضربك.